السلام عليكم كل متابعين القناه الاعزاء، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناه شوارع معلم اسكندريه، بناء على طلب كتير من المتابعين المحترمين اللي احنا نصوره في العجمي البطاش هانوفيل. احنا النهارده موجودين في البطاش والهانوفيل، ولكن معلوماتنا قليله فسامحونا. احنا النهارده بناء على رغباتكم صورنا لكم في الهانوفيل والبطاش، ولكن بدون معلومات عن الشوارع لعدم خبرتي في هذه الشوارع، فريت تتقبلوا مني. ولكن لو حضراتكم اول مره تتابعونا يا ريت تشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد بالنزول عن اسكندريه. الاهم والمهم ما تنسوش دعمونا بلايك اسفل الفيديو. ان شاء الله موعدنا الساعه 5 فيديو الجزء الثاني من سينمات اسكندريه القديمه. اتمنى يكون في اقبال وتشجيع للفيديو الثاني ان شاء الله. اسيبكم مع الفيديو وسامحوني مفيش تعليق على الفيديو.